بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا والله بالصف الثالث ثانوي مدرسة الأستاذات لشرح وتبسيط قواعد المنزية. إن شاء الله النهاردة مستمرون معاك في حل امتحانات ثانوية عامة بالمنصة العربية، ووصلنا لامتحان 2004 دور أول، والامتحانات دي احنا واخدينها من كتاب ماي نيو فريند لعام 2021، وهي امتحانات معدلة بمعرفة الكتاب. والامتحان بتاع 2004 دور أول هتلاقيه بادئ معاك على صفحة 10، أول جملة في تشويز بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نبدا، وبتقول ذا بريزنر اوف زندا، قصه سجين زندا ووزيرتهم جايب فراغ انتوني هوب. انتوني هوب ده اسم المؤلف للقصه اللي انت بتدرسها اللي هي ذا بريزنر اوف زندا، سجين زندا. ايه حرف الجر اللي هيكمل مع ووزيرتهم؟ ايه ده؟ ريتم فور ولا اوف ولا باي ولا فروم؟ باي هو حرف الجر المناسب لينا عشان تبقى كتبت بواسطه. ونروح لصفحه 11 عشان نكمل باقي الامتحان بتاعنا. وصلنا لجمله 2 واللي بتقول ماي سيستر ووز جايب فراغ an important prize last week. احنا مش هنترجم الجمله غير لما ناخد الاختيار اللي مناسب ليها. طبعا الجمله اللي قدامك دي واضحه جدا ان هي مبنيه للمجهول. ايه الدليل؟ ادي مفعول به وادي فيرب تو بي. كده انا محتاج تصريف ثالث للفعل الاساسي اللي هيديني معنى مع الجمله اللي جايه. يا ترى appreciated جاي من الفعل appreciate بمعنى يقدر او يقيم او يثمن، ولا awarded بمعنى منحت، ولا warded كلمه warded استخدمت كاسم هتيجي بمعنى عنبر، واذا استخدمت كفاءه دي حرسه اللي هي حهره سين. ريسبكتد هنا بمعنى احترم، جاي من الفعل ايه؟ ريسبكت احترم. الاجابه المناسبه عندي لجمله رقم 2 وهي اجابه وحيده اوردت عشان تبقى جمله على بعضها. اختي منحت جائزه مهمه جدا الاسبوع الماضي، وهي جمله مبنيه للمجهول في صيغه الماضي البسيط. جمله رقم 2 بيقول لك وي وجاي فراغ بباص تو شرم الشيخ، احنا كذا الاتوبيس الى شرم الشيخ ذيس مورنينج هذا الصباح. But the trip was cancelled. لكن الرحلة اتلغت. يبقى هو هنا هو بيتكلم عن حدث كان من الواجب ان يقع في الماضي، ولكن هذا الحدث لم يقع. بيقول لك was cancelled، الرحلة اتلغت. يبقى ناخد ايه بقى؟ must have taken ولا ought to take ولا can't have taken ولا should have taken. هناخد شوفها should have taken. هناخد اجابة لجملة رقم 3 should have taken اللي هي معناها باللغة العربية نحن كان من الواجب علينا ان نستقل الحافله للاتوبيس يعني الى شرم الشيخ هذا الصباح، ولكن الرحله ايه؟ الغيت. طيب ماشي، وده اللي يخلي شود هاف تيكن مميزه عن باقي الاختيارات، لان دي باقي الاختيارات ما لهمش علاقه بالموضوع اساسا. تمام، تعال نروح لماست هاف تيكن اللي بتمثل فكره الاستنتاج للماضي بتاكد بان الحدث وقع. عكسها تماما كانت هاف تيكن تمثل استنتاج للماضي بالتاكد برضه بس من ان الحدث لم يقع. اوتو تمثل بيقول لك ايه؟ كان يجب. اوتو بمعنى يجب، هي واخده شكل المضارع لكنها طبعا ليست اجابه سليمه. الاجابه الوحيده الصحيحه هي شود هاف تيكن واللي بتقول كان من الواجب او كان يجب ان احنا نعمل ده في الماضي لكنه لم يحدث. شود هاف تيكن اجابه وحيده لجمله رقم 3. 4 بيقول لك ذا باك اجابه فراغ كار تيلز ذا درايفر اكزاكتلي وير ذا فيكل از. كذا حاجه معينه في العربيه او عربيه معينه، او طبعا هنشوف المعنى مع الكلمة اللي هنختارها تحت. كذا سيارة ماشي تخبر السائق بالضبط كده هو مكان المركبة بتاعته فين. فيكل هنا مقصود معناها مركبة، والمركبة دي عايدة على كلمة سيارة. تمام، يا ترى سمارت بمعنى ذكي ولا بيوتيفول جميل ولا فاست سريع ولا فاشنبل على الموضة؟ سمارت كار، عندي حاجة اسمها سمارت كار السيارة الذكية، ودي السيارة اللي بيبقى فيها طبعا أجهزة حديثة جدا بتحدد مكان السيارة وسرعتها وحاجات كتيرة جدا. تمام، سمارت اجابه وحيده للجمله رقم 4. بيوتيفول معناها جميل، فاست السريع، وفاشنبل انها على الموضه. اجابتنا هي سمارت اجابه وحيده للجمله رقم 4. 5 اولا ووز ات هوم اول داي يسترداي، اولا كانت في البيت امبارح طول اليوم. ماشي، شي كذا ات ورك. كده هو بيستنتج للماضي، والاستنتاج بتاعه في تاكد من الشيء ده مش ممكن يكون حصل. تمام، طيب يبقى ناخد ايه بقى؟ شودنت بي ولا كان بي ولا كانت هاف بين ولا ماست هاف بين. الإجابة الوحيدة الصحيحة كانت هاف بين، ودي اللي بتمثل استنتاج للماضي، أنت متأكد إن الشيء ده مش ممكن يكون حصل. للجملة اللي قدامي علا مش ممكن بقى، علا امبارح كانت في البيت، يبقى مش ممكن تكون موجودة في عملها لأنه مش هينفع تكون موجودة في مكانين في وقت واحد. كانت هاف بين إجابة وحيدة صحيحة للجملة رقم 5. الجملة الستة بيقول لك إيه؟ The company needs an، الشركة محتاجة إيه؟ To work as an accountant، للعمل ك محاسب. يا ترى employ يوظف ولا employee موظف ولا employer صاحب عمل ولا employment التوظيف
طبعا محتاجة employee، محتاجة موظف يشتغل كمحاسب. الجملة رقم 7، we had an air conditioner، عندنا تكييف. تمام، الجملة طبعا واضح انها لها علاقة بالماضي. تمام، جاي في فراغ كده in our flat last month، في الشقة بتاعتنا الشهر الماضي. يا ترى installing ولا installed ولا install ولا to installed؟ كل الاختيارات اللي قدامك دول اللي هم A و B C دي كلهم جايين من install. install الفعل، لا طبعا مش دي الإجابة، أنا لسه بشرح لك المعاني الأول. install المعنى الحرفي ليها يثبت، يثبت يعني يجيب جهاز ويحطه في مكان ويجهزه للتشغيل. طيب ماشي، كلهم مشتقين من ده، مين فيهم هي الإجابة بتاعتنا؟ الإجابة بتاعتنا هي الحرف B install. الجملة بتاعتنا مبنية للمجهول because of the verb. اهي هذا هي، شايفها هاد هي هي كوز اوف ذا، عشان يبقى معنى جملة ايه؟ وي هاد ان اير كونديشنر انستول، معنى حصلنا على جهاز تكييف تم تثبيته في الشقه بتاعتنا الشهر الماضي. انستولد اجابه وحيده صحيحه لجمله رقم 7. 8، وي كونجراتوليتد هير، ايه حرف الجر المناسب لكونجراتوليت هير سكسس؟ يا ترى بون ولا اون ولا ات ولا فور؟ اون حرف جر وحيد ل congratulate، هنا بقى congratulate on A، congratulated on، هنأناها على نجاح. وروح الجملة رقم 9، my mother feels، والدتي تشعر بإيه بقى for us when we are away from home، لما بنكون خارج البيت أو بعد البيت. يا ترى concert اللي هي الحفل الموسيقي ولا confirm معنى يؤكد أو يثبت شيء ولا concern اللي هي الاهتمام ولا comfort اللي هي الراحة، جاي من كلمة comfortable أو هي الأساس لكلمة comfortable، مريح، كلمة comfort بمعنى راحة. طبعا feels concern، feel concern تشعر، أزل تشعر بالاهتمام، يعني مهتمة بهم جدا لما بيكونوا خارجين عنها، خارجين عن البيت مش موجودين يعني فيه، فبتبقى طبعا مشغولة عليهم أو هي طيبا دايما على ذهنها أو بالها. concern إجابة وحيدة جملة رقم 9. في جملة رقم 10، I want to know how، أريد أن أعرف إيه كذا هي. طبعا واضح اللي قدامي السؤال اللي هنا هو ده سؤال بنقول عليه reported، reported معناها محول. وخلي بالك من حاجة، ادي want to know، هنا هو جاي في شكل المضارع، بس هنشوف ايه الاختيار المناسب اللي قدامي. you helped ولا have you helped ولا do you help ولا had you help؟ الاجابة بتاعتنا هي you helped her، I want to know how you helped her. ماشي، الجملة اللي قدامك ده هي متحولة من دايركت الى اندايركت اللي هي بنقول عليه ريبورتد سبيتش، يعني الجمله اللي قدامي كان اصلها في طبعا داخل الجمله كانت في الماضي البسيط. ماشي، الجمله بما انها want to know فعل القول بتاعها في زمن المضارع، فجوه ما غيرش زمنها لحاجه تاني، كل اللي عمله ان هو حافظ على زمن الجمله في شكل ماضي البسيط فقط، ومش محتاجه اي تعقيد اكتر من كده. you helped her، عشان يبقى الترتيب الطبيعي للسؤال المحول كلمه استفهام وفاعل وفعل في زمنه المناسب زي ما انت شايف قدامك في وهل بت، إجابة واحدة صحيحة لجملة رقم 10. وننتقل لباقي الجمل عشان نكمل الامتحان بتاعه. الجملة رقم 11 هي اللي ظاهرة قدامنا دلوقتي على الشاشة، وهي الجملة اللي عليها الدور واللي بتقول every area has its own، كل منطقة لها ايه style of music. يا ترى distinct بمعنى مميز، distinct هنا بمعنى يميز، ودي مستخدمة كفعل كده، distinctive مميز ولا distinguish برضو معناها يميز ولا distinction تمييز. الإجابة بتاعتنا هي distinctive style بمعنى أسلوب مميز أو متميز من الموسيقى، كل منطقة لها أسلوبها المميز أو المتميز من الموسيقى distinctive. إجابة واحدة صحيحة لجملة رقم 11. 12 بيقول هيو جاي في فراغ، go to school yesterday because he had a bad cold، هو كذا أنه يذهب إلى المدرسة بالأمس لانه كان عنده برد شديد. تمام، طيب can't go ولا shouldn't go ولا couldn't go ولا might not؟ طيب الجمله اللي قدامي ده هي بتتكلم في فكره ايه؟ بتتكلم في فكره عدم استطاعه اداء شيء في الماضي، هو لم يستطع، هو ما كانش قادر يعمل كذا، اللي هي couldn't بس، لان couldn't استخدامها من ضمن استخداماتها انها تشير الى عدم قدره في الماضي، حاجه ما كنتش قادر تعملها في الماضي. فهو بيقول هي couldn't go to school yesterday، وما كانش قادر يروح المدرسه امبارح ليه؟ لان كان عندي برد شديد. couldn't اجابه واحده صحيحه للجمله رقم 11. الجمله رقم 12، couldn't اجابه واحده للجمله رقم 12. الجمله رقم 13، the pyramids and the sphinx are famous، pyramids هي الاهرامات، sphinx هو ابو الهول، are famous ايه بقى in Egypt، ايه بقى مشهور في مصر، ايه بقى landslide، كلمه landslide معناها انهيارات ارضيه،
ولا لاندلورد. لاندلورد اللي هو مالك العقار او مالك المكان ده اللي هو الارض او العقار. ولا لاند ماينز. لاند ماينز المعنى الحرفي فيها، المعنى الحرفي ليها لغم ارضي، ودي بتبقى حاجات طبعا قنابل بيتم زرعها في الارض. ولا لاند ماركس معلم من المعالم التي تميز المكان، طبعا لاند مارك لان دي الاهرامات هي وابا الهول معالم تميز مشهوره او مشهوره جدا في جمهوريه مصر العربيه. لاند ماركس اجابه وحيده صحيحه للجمله رقم 13. جمله 14، the boy came late to class، الولد جه متاخر للفصل. therefore ومن ثم ايه اللي حصل؟ he was punished by the كذا teacher، تم معاقبته بايه بقى؟ المعلم. بواسطه ايه بقى المعلم؟ ايه بقى الصفه هنا اللي محتاجينها للمعلم؟ يا ترى long ولا head ولا hand ولا arm؟ عندي حاجه اسمها head teacher، by the head teacher. ماشي، صفه الهيد تيشر ان هو اللي هو مدير المدرسه يعني. ذا هيد تيشر تم معاقبته باي ذا هيد تيشر، رئيس العمل. هيد هنا جاء بمعنى رئيس، وتيشر معلمين، رئيس المعلمين اللي هو مدير المدرسه يعني. هيد اجابه وحيده صحيحه للجمله رقم 14. 15، بيقول لك ذا روم جاء في فراغ بيفور وي ارايفد ات الحجره كذا، قبل ان نصل الى الفندق. طيب had been tidying ولا had tided ولا had been tided ولا tided؟ الجمله اللي قدامي ده هي مبني للمجهول في زمن الماضي التام. ذا روم مفعول به، وبعد كده هو بما ان الجمله ماضي تام يبقى انا عايز had been تصريف ثالث، ودي الصياغه المناسبه للمبني للمجهول في الماضي التام اللي هي مفعول به، احنا قلنا اللي هي ذا روم، وبعد كده had، وادي been، وادي tided تصريف ثالث في هذه الجمله، عشان تبقى had been tided اجابه واحده للجمله رقم 15. جمله رقم 16، ميوزك انسترومنتس الالات الموسيقيه مالها بقى؟ فروم بليس تو بليس، من مكان لاخر. يا ترى فاريبل متنوع ولا فاريوس مع فاريبل معناها متنوع، ولا فاريوس متعدد، ولا فاريشن تنوع او تعدد، ولا فاري الفعل نفسه؟ فاري الفعل نفسه الاجابه بتاعتنا، عشان تبقى معناها الالات الموسيقيه تتنوع من مكان الى اخر. فاري اجابه واحده جمله 16. 17، شم النسيم is a day، ماله بقى؟ marks the beginning of spring، بداية فصل الربيع. يا ترى in which ولا which ولا who ولا whose؟ نرجع لشم النسيم، هو ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، تمام غير عاقل. يبقى ايه بقى اللي يناسبه؟ يناسب which، الاسم الموصول which هو اللي يناسب شم النسيم اللي هو غير عاقل. انا محتاج ان هو اسم موصول يشير الى فاعل، تمام، وهذا الفعل غير عاقل، فعشان كده اخترنا له ويتش اجابه وحيده للجمله رقم 17. 18، نيوكلير باور ستيشنز محطات الطاقه النوويه بروديوس دينجرس بتنتج خطير، ايه الخطير اللي بتنتجه بقى؟ ويتش از ان سيف، طبعا الشيء ده غير امن. يا ترى تيست بمعنى طعم، ولا ميست اللي هو الضباب، ولا ويست بمعنى مخلفات، ولا بيست اللي هو الحيوانات المتوحشه؟ طبعا عندي ويست، dangerous waste بمعنى مخلفات خطيرة، ودي إجابة للجملة رقم 18. 19، I am a student in the third secondary grade، أنا طالب في سنة ثالثة ثانوي أو في المرحلة الثانوية بالصف الثالث يعني، دي معنى الجملة. I كذا English for 8 years، أنا كذا اللغة الإنجليزية لمدة 8 سنوات. يا ترى learn يتعلم ولا learned الماضي منها؟ I am learning ولا have been learning؟ have been learning. طب ليه خدنا المضارع التام المستمر؟ ان حضرتك طالب في سنه ثالثه ثانوي، تمام، بتدرس اللغه الانجليزيه بقى لك 8 سنين ولحد دلوقتي بتدرسها، ولسه كمان هتبقى بتدرسها كمان، لان الماضي التام المستمر، سوري، المضارع التام المستمر، احنا قلنا خدنا مضارع تام مستمر اللي هو have been learning، المضارع التام المستمر هو زمن عبر عن فعل حدث بدا في الماضي وله اثر لا يزال مستمرا في الحاضر. have been learning مضارع تام مستمر، اجابه وحيده صحيحه للجمله رقم 19. 20، علي is enthusiastic، علي عندي حماسه، متحمس لايه؟ his university course المقرر الجامعي بتاعه. enthusiastic حرف الجر بتاعها about into with ولا away؟ enthusiastic about، متحمس بشأن، حرف جر وحيد صحيح للجمله رقم 20. ونكمل باقي الامتحان بتاعنا.
21 بدأ فراغ. You mind if I borrow your story book؟ واضح جدا ان هو محتاجين حاجة تشير الاستفهام. كلمة استفهام ولا فعل مساعد؟ لو بصيت بعينك كده هتلاقي الاختيارات مش كلمة استفهام، يعني فيهم فعل مساعد. طيب ايه فعل المساعد المناسب؟ يا ترى do you mind ولا would you mind ولا could you mind ولا did you mind؟ الاجابة بتاعتنا هي do you mind. ليه؟ لان هو لسه بيسأله في بيقول له do you mind if I borrow، عندك مانع لو انا استلفت الكتاب بتاعك او القصة بتاعتك. do you mind if I borrow your story book؟ هل تمانع اذا استعرت القصة بتاعتك؟ دو إجابة وحيدة صحيحة لجملة رقم 21. تمام كده؟ طيب نروح لجملة رقم 22. علي سوري 22 بيقول لك all the lights، مش علي، all the lights went off as there was a power. كل الأضواء انطفأت لأن كان في power. إيه؟ power station، محطة للطاقة، ولا power off ولا power shut ولا power cut. عندي حاجة اسمها power cut. power cut معناها بالعربي انقطاع للتيار. cut إجابة وحيدة جملة 22. 23 he wanted to know if I، أراد أن يعرف إذا كنت إيه بقى. the conference the night before، المؤتمر في الليلة الماضية. يبقى كل شغل ده كده واضح جدا إنه في الماضي. طيب would attend ولا attended ولا had attended ولا attended؟ هناخد had attended. ليه ماضي تام؟ لأن الجملة اللي قدامك دي واضح إنها متحولة إلى report speech. كان في أصلها ماضي بسيط تحولت إلى ماضي تام. ايه الدليل بقى؟ ادي عندك كلمة night before اللي هي كانت ما اللي كانت في الاصل كانت ايه؟ كانت yesterday. yesterday تحولت الى بتتحول الى the day before او the night before. ماشي؟ تمام كده؟ طيب فكده هو الجملة كان اصلها ماضي بسيط فانت تحولها الى ماضي تام في report speech. had attended اجابة واحدة صحيحة الجملة رقم 23. جملة 24 the height of the كذا is 40 meters. ارتفاع ايه بقى اللي هو 40 متر؟ يا ترى كف ولا كليف ولا كف اللي هو الكحة يعني ولا ستيف؟ الإجابة بتاعتنا هي كليف. كليف بمعنى صخرة، عشان تبقى the height of the cliff، ارتفاع الصخرة 40 متر، ودي إجابة وحيدة لجملة 24. 25 عادل will be severe لكذا for his bad manners، عادل كذا بقسوة لسلوكه السيء. يا ترى severely punishment punish punishing ولا punish؟ punish اللي هو بيقولوا عليه مستقبل مبني للمجهول، المفعول به علي، وادي will be. ماشي؟ ده صياغه المستقبل للمبني المجهول، ادي will و verb to be والتصريف الثالث. خلاص كده؟ الجمله عندك قدامك عشان يبقى معناها على بعضها، علي سوف يتم عقابه بقسوه لسوء اخلاقه. اسمه عادل ولا ايه؟ عادل، مش هيفرق معنا الاسم، احنا المهم عندنا زمن الجمله. punish اجابه وحيده لجملة رقم 25، قلنا مستقبل بسيط مبني للمجهول. نروح الصفحة 12 عشان نكمل الامتحان بتاعنا مع جملة رقم 26 واللي بتقول you are not، انت ايه بقى من في الجملة؟ to do this hard job، انك انت تؤدي هذه الوظيفة الصعبة. qualification بمعنى تأهيل او اعداد، qualified معد او مؤهل، quality بمعنى جودة، وqualify بمعنى يعد او يؤهل. You are not qualified، أنت غير معد، أنت غير مؤهل أن تقوم بأداء هذه الوظيفة الصعبة. 27 بدأ فراغ. Your help، مساعدتك. I would have lost my way in the desert، أنا كنت ضليت الطريق في الصحراء. Would have تصريف ثالث، يبقى أنت كده بتحكي في إف الحالة الثالثة. ماشي؟ طيب إف الحالة الثالثة وضعها الطبيعي إف وراها ماضي تام ولا بديل؟ واضح من الاختيارات إنه جايب بديل. انه بديل unless ما تنفعش لان unless محتاجه وراها جمله كامله. طيب in case برضو مش هتنفع لانها محتاجه جمله كامله. باقي معايا without provided. provided زيها زي a و b، برضو محتاجه جمله كامله. يبقى مش فاضل معايا غير without اللي هي معناها بالعربي بدون او لولا بدون مساعدتك انا كنت ضليت طريقي في الصحراء. without اجابه وحيده لان هي اللي ينفع يجي وراها اما noun او gerund، وتحقق هنا النون. your help بمعناها مساعدتك، دي تمثل النون معايا. without اجابه وحيده لجمله رقم 27. 28 بيقول my sister often sings in a، اختي في العاده بتغني ايه بقى؟ بتغني في ايه؟ يا ترى كوار، كوار بمعنى بيقولوا عليه كورال، ولا كورت اللي هي المحكمه، ولا كليانت بمعنى عميل او زبون، ولا تشويس اختيار. بتغني في كوار، بتغني في كورال. كوار هي الاجابه لجمله رقم 28 بمعنى كورال.
29 most of our energy معظم الطاقة بتاعتنا كذا today from the sun من الشمس ايه بقى comes is come ولا are come بيتكلم في حقيقة وما انه بيتكلم في حقيقة يبقى هناخد المضارع البسيط comes اجابة وحيدة صحيحة الجملة رقم 29 comes للجملة بتاعنا 30 mother got the children الام حصلت على الاطفال ايه بقى their bedrooms الحجر بتاعت النوم بتاعتهم غرف النوم بتاعتهم tidy هناخد to tidy ليه خدنا to tidy لان قلنا لما نجيب فاعل وبعد كده الفعل get او got ومفعول به هات وراها to المصدر علشان تكمل الجملة بتاعتك to tidy اجابة وحيدة صحيحة للجملة بتاعتنا وننتقل للقطعة اللي جايبها الامتحان بتاعك بتاع جمهور مصر العربية دور اول العام 2004 بتتكلم في فكرة الدافعية بيتكلم طبعا كاتب القصة على ان طبعا بدأ العنوان بسؤال are you motivated for success هل انت عندك الدافعية للنجاح طبعا بنأكد ان الدافعية للنجاح بتكون شيء مهم جدا ان انت تحقق هذا النجاح بيأكد الكاتب من خلال القطعة بتاعته ان معظم الناس اللي عندها دافعية للنجاح خصوصا طبعا في مجال العمل الدافعية بتاعتهم بتتوفر من مجموعة عوامل مثلا وجدها البروفيسور كوبر ان اهم هذه العوامل ان الناس اللي عندها دافعية للنجاح بيكون حصل لهم فقد لاحد والديهم في سن صغيرة قبل سن 18 سنة اما فقد الوالد او الوالدة وبيقول ان دافعيته للنجاح مش الهيمنة او السيطرة او التسلط على الاخرين وانما لا هو بيحاول يتغلب على ظروفه هو مش على ان هو يعمل او ان هو يتغلب على الاخرين طبعا الكاتب بتاع القصة بتاعتنا بيديك بعض النصائح اللي هنا to help boost كلمة boost بمعنى يعزز يقول لك عشان اعزز الدافعية بتاعتك بيديك مجموعة نصائح من ضمنها first بيقول لك ايه تاكل اكل كويس تعمل تمرينات الحاجة التانية ان من المهم جدا انت تحدد اهدافك وتسجلها في ورقة جملة تالتة ان انت تصادق اشخاص عندهم دافعية وتطلع للنجاح ابعد جدا عن الاشخاص السلبيين اللي طول الوقت يشتكي من غير ما يحاول ان هو يعمل لنفسه حاجة لده طبعا كون حريص جدا انك انت تنام لفترات كويسة جدا وتاخد فترات راحة واجازات الحاجات ده هي طبعا هتخلي بقى عندك دافعية للنجاح كمان حاجة مهمة جدا كل افكارك اللي انت مقتنع بيها للنجاح طبقها علشان يكون ده زي ما نقول ليه نتيجة كويسة معاك وننتقل لأسئلة تشوز بتاعت القطعة من السؤال اللي بيقول لك ايه according to research by professor cooper طبقا للبحث اللي عمله البروفيسور كوبر a huge number of successful people عدد كبير جدا من الناس الناجحين ايه بقى الاختيار b had suffered the loss of a loved one in childhood فقدوا طبعا كانوا عانوا من فقدان احد والديهم في فترة الطفولة السؤال الثاني برضو على القطعة what helps people determine what they would like to achieve كلمة determine بمعنى يكون عازم على شيء او يكون مصر عليه ايه الناس بقى اللي بتبقى ايه اللي بيساعد الناس يكون عندها determination اصرار انها تحب انها تحقق الشيء اللي هي بتسعى ليه وتصبو ليه making a note of it ان انت تعمل ملحوظة تكتب اللي انت عايزه ده في على ورقة عشان تقول ده انا نفسي احقق ده the word boost احنا قلنا عليها من شوية بمعنى يعزز الكلمة المناسبة ليها increase الاختيار بي فاربعة بيقول لك what makes someone lazy ايه اللي بيخلي الانسان كسول ايه اللي بيخليه كسول eating a lot الاكل الكتير لان بقول لك المعدة المليانة مش بتدي طاقة ابدا بتخلي الواحد كسلة خمسة which of the following causes lack of motivation اي من الاتي اللي بيؤدي الى lack بمعنى نقصان الدافعية ايه بقى الاختيار بي mixing with pessimistic people الاختلاط بالناس المتشائمين في جملة رقم 6 what does the underlined pronoun it refer to الضمير it في القطعة بتاعتنا عائد عليه عائد على الدافعية motivation ننتقل للـ WH question عشان نكمل القطعة بتاعتنا وصلنا للسؤال رقم 7 واللي بيقول لك do people according to a psychologist هل الناس من وجهة نظر علماء النفس have similar levels of motivation عندهم نفس المستويات الدافعية for success للنجاح طبعا اشرح هنقول من خلال الإجابة بتاعتنا الآتي إنه لا طبعا مش كل الناس they don't some people suffer from a lack of it while others have far too much of it بعض الناس عندها دافعية عالية والبعض الآخر للأسف طبعا ما عندهوش دافعية عالية نكمل باقي الأسئلة بتاعتنا وصلنا لسؤال رقم 8 according to the text طبقا النص بتاعنا where do people most likely want to achieve success الناس دايما تحب تحقق نجاح فين تحديدا احنا قلنا مكان العمل اللي هي in the workplace في مكان العمل ونروح للسؤال اللي بعده اللي هو السؤال رقم 9 واللي بيقول
Why do people suffer in their childhood seek success؟ ليه الناس اللي بيعانوا في فترة الطفولة دايما بيكون عندهم سعي وراء النجاح؟ احنا قلنا مش انهم عايزين يتغلبوا على ظروف حياتهم. To gain control over what is happening in their lives، عشان يملكوا السيطرة على ما حدث في حياتهم. ونروح للسؤال العاشر والأخير. Why is it important to have cheerful confident friends؟ ليه مهم جدا انت تكون عندك أصدقاء عندهم طبعا ناس مبتهجين وعندهم رغبة في النجاح والدافعية دي؟ بنقول because they will make you positive، لأن ده هيجعل منك انت انسان ايجابي. احنا قلنا تجنب انك انت تكون قاعد مع اشخاص ليسوا عندهم دافعية او نجاح. نروح للترجمة. وصلنا لجملة اللغة الانجليزية الاولى. Only the individual himself can develop his given potentials and improve his performance. ونقول ان الترجمة الافضل للجملة دي هتكون بالشكل ده. يعد الفرد نفسه فقط هو القادر على تنمية إمكاناته المتاحة وتطوير أدائه. ونروح لجملة الترجمة اللغة الإنجليزية اللي بعدها. Like any other living being, the human needs an atmosphere of warmth to give him a feeling of inner security to express himself. اللي هي هتبقى بالشكل ده. مثل أي كائن حي آخر، أو مثله مثل أي كائن حي آخر، يحتاج الإنسان جوا من الدفء ليمنحه الشعور بالأمان الداخلي لكي يعبر عن ذاته. ونروح لي أول جملة في اللغة العربية واللي بتقول يجب أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات الحياة وخاصة الإنتاج، واللي هنلاقيها باللغة الإنجليزية يكون شكلها كده. Modern technology should be used in all aspects أو fields. يعني أنا كانت معنا مجالات الاثنين ينفعوا، قلت aspects ماشي قلت fields ماشي. Of life especially in the field of production. وبنروح لجملة الثانية في الترجمة واللي بتقول هل لديك من الجرأة ما يمكنك من مواجهة المحتكرين والمرتشين واللصوص لتنقيذ المجتمع منهم؟ طبعا دي نقطة مهمة جدا أو وجهة نظر أو فكرة جميلة. Do you have enough courage Do you have enough courage to face the monopolists, bribe takers, and thieves to purify the society from them؟ أو ممكن نقولها make the society void of them. يعني ينفع اللي هي purify the society from them بدلها make the society void of them. ما تسيبش الاثنين، يا إما دي يا إما دي. إحنا بنجيب لك طبعا أكثر من وجهة نظر للترجمة عشان تساعدك على ده. إيه موضوع الإنش اللي كان جيبها في الامتحان بتاع 2004 اللي هو كان دور أول؟ The continuous rise in prices، ارتفاع الأسعار المستمر، has become a national problem، أصبح مشكلة قومية for most Egyptian families، للعائلات المصرية. الموضوع الثاني اللي كان بخيارك بيه describe how you would cook a simple meal or prepare a simple drink، قول لنا ازاي ممكن تجهز طبخة سهلة أو تعمل لنا مشروب سهل. وبنختم مع شاشة الترجمة من امتحان 2004 دور أول انتهى. إن شاء الله لسه لنا مزيد من الامتحانات إن شاء الله مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر لسه عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.